شهدت الصين التي كانت في الماضي دولة ضعيفة وفقيرة تحولا هائلا نادرا ما نشهده في تاريخ البشرية. عادت الصين إلى الظهور مرة أخرى كقوة اقتصادية كبرى، كما إنها تنفتح وتتفاعل مع العالم بشكل لم يسبق له مثيل. فما الذي حدث منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949؟ كيف كانت الصين تتفاعل مع الدول الأخرى في 70 عاما مضت؟ يسترجع هذا الفيلم الوثائقي المكون من 5 حلقات المسار الذي سلكته الصين، ويبحث كيف أثرت الصين بالعالم وتأثرت به. تسلط الحلقة الثانية الضوء على العلاقات التجارية بين الصين والعالم. كيف تحولت الصين من دولة زراعية متخلفة إلى مصنع العالم خلال عقود قليلة؟ وبالتالي كيف تحولت من مصنع العالم إلى سوق العالم؟ كيف انعكست التجارة على تنمية الاقتصاد الصيني والعالمي؟ يستعد ميناء يانشان، أكبر ميناء في العالم، للإخلاء في حالات الطوارئ، فبعد 24 ساعة سيهبط لكيما أقوى إعصار يشهده القرن الحالي. تبلغ أقصى سرعة للإعصار المدمر لكيما 190 كيلومتر في الساعة، وقد يتسبب بوقوع أضرار للمناطق الشرقية بالصين. قبل 6 ساعات من الإعصار بدأت كافة القوارب بالابتعاد عن الشاطئ والانتقال إلى المياه الآمنة بانتظار مروره. يبدأ الاختبار الحقيقي الآن. إنها أول مهمة تفريغ البضائع الهائلة التي يتحملها ميناء يانشان الأوتوماتيكي. 10 سفن التي تحمل على متنها أكثر من 100,000 حاوية تحتاج لخدمة التعبئة والتفريغ في الميناء. غرفة التحكم المركزية هذه تبلغ مساحتها نحو 20 متر مربع، وتعتبر دماغ الميناء الأوتوماتيكي، حيث تتحكم بتشغيله كليا. سيكمل فوانغ فا وفريقه تعبئة وتفريغ قرابة 100,000 حاوية في غضون يوم واحد. إن عملا بهذا الحجم كان يحتاج إلى ما يزيد عن 100 شخص للعمل بالتناوب. إنها مفتاح التشغيل بدون القوات العاملة، عربة موجهة آليا بإمكانها العمل 24 ساعة في 7 أيام دون استراحة على مدار السنة، ما تكمله 130 عربة موجهة آليا في 24 ساعة، يحتاج لعمل 130 عاملا طوال شهر. بعد التشغيل المستمر ل 24 ساعة، أكمل خوانغ فا وفريقه المهمة، ما جنب الازدحام المحتمل عند الميناء. تشتهر الصين باعتبارها دولة تجارية كبرى في العالم بموانئها عالية الفعالية. ميناء يانشان، أكبر ميناء شحن في العالم، يشهد مرور ما يزيد عن 60,000 طن من البضائع في الساعة، ويوفر خدمات لنحو 160 دولة وما يربع على 200 طريق شحن. عام 2008 كانت هناك 7 موانئ صينية من بين أكثر 10 موانئ عالمية من حيث حجم التعبئة والتفريغ. قبل 70 عاما كانت يانشان جزيرة صغيرة منعزلة يقل تعداد سكانها عن 200 شخص، كانوا يعتمدون على صيد السمك فقط. قبل 70 عاما كان حجم التجارة الدولية في الصين قليلا،
وكانت جمهورية الصين الشعبية التي تأسست للتو تحت حصار تجاري فرضته الدول الغربية. وتزامناً مع عملية بناء الدولة، ظلت الصين تعمل على إيجاد الفرص للتفاعل مع العالم. عام 1953 وصل وفد بريطاني إلى بكين برئاسة رجل أعمال يدعى جاك فيري. أرادوا دراسة إمكانية إجراء تبادلات تجارية مع الصين الجديدة، وفي ظل الأجواء السياسية وقتها كانت خطوتهم محفوفة بالمخاطر. But if you look at the history of China and its trade, and you look at us and you think that we are determined and committed, then between us we will reopen the trade routes. خلال زيارة الوفد أبرم عقد تجاري بقيمة 30 مليون جنيه استرليني مع شركة الاستيراد والتصدير الصينية. وفقاً للاتفاقية، ستصدر بريطانيا للصين معدات وأدوات معدنية ومنتجات بتروكيماوية وأدوية. وبالمقابل ستصدر الصين لبريطانيا الشاي والحرير وغير ذلك. حتى عام 1954 ارتفع عدد الشركات البريطانية التي أجرت تبادلات تجارية مع الصين إلى 48 مجموعة، وتأسس نادي 48 مجموعة. رغم أن المجموعات كانت شركات صغيرة ومتوسطة، إلا أنها شقت القناة التجارية الأولى بين الصين والغرب. أطلق على جاك فيري ونادي 48 مجموعة اسم كاسحة جليد التبادل التجاري بين الصين والدول الغربية. في يونيو 1954 أقامت الصين والمملكة المتحدة علاقة دبلوماسية على مستوى القائم بالأعمال، وتلتها دول أوروبا الغربية. This is the 70th anniversary of China. And the China that my father saw in just after 1949 reduced him to tears. It was such a harsh, hard, destroyed country. تحتاج الصين إلى تحويل التجارة بحجم جدول صغير إلى تيار جارف، بغية كسب العملات الأجنبية التي كانت في حاجة ماسة إليها. في إبريل 1957 انعقد أول معرض صيني لسلع الواردات والصادرات، أو ما يسمى معرض كانتون، في مدينة جوانجو. هذه المدينة تزخر بتاريخ عريق من التبادلات التجارية، وتشتهر بصفتها نقطة انطلاق لطريق الحرير البحري. شهدت الصين تغيرات هائلة عام 1978، حيث بدأ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، ما أحدث تغييرا على الجميع وعلى كل شيء. ارتقت المنتجات الصينية المصدرة للخارج من منتجات التصنيع البسيطة إلى المعدات والإلكترونيات، فمنتجات تكنولوجيا المعلومات في اليوم الحالي. هذا يمثل انعكاسا لكفاءة الصين الإبداعية وصعودها إلى القمة. إنها أكبر سوق لبيع البضائع الصغيرة بالجملة. ترسل عشرات الملايين من الطرود يوميا من هنا إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم. إذا مكثت أمام كل محل 5 دقائق، ستحتاج لحوالي 8 أشهر لإكمال جولتك في السوق. أهلا يا مرحبا. المرة الكامل. حياك الله. بخير. علاني تاجر يمني مقيم في إيو، يعد من أفضل الوكلاء في المدينة، ويصطحب مجموعة من العملاء لاختيار وشراء البضائع من السوق. 这个什么时候可以交货？发到义乌的时间大概5天。这个乱吗？黑色？لا مخلوطة。它要红色。这个我们要那个。كم الوزن？我们这个是一个订单嘛。
لا يحتاج العملاء بفضله سوى لبضع ساعات لإيجاد البضائع التي تعجبهم في السوق التي قد تستغرق عدة أشهر من الوقت إذا ما تجولوا بأنفسهم. اصطحاب العملاء لشراء البضائع جزء من أعمال علاني فقط، وصفته الثانية هي رئيس تنفيذي لشركة تجارية. عبر شركته بوسعه أن يروج للبضائع للمشترين الأجانب مباشرة. تساعد شركته نحو 4000 عميل أجنبي لإيجاد المنتجات التي تنال إعجاب المستهلكين في إيو كل عام. يدرس جميع أولاد علاني في الصين، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمضي بعض الوقت الممتع معهم ويطهو لهم أطباقهم الصينية المفضلة. الصفة الثالثة لعلاني مبتكر. استثمر مع شريكه الصيني في إنشاء مصنع للوائح الشمسية قرب منطقة لانشي. أصبحت إيو اليوم مدينة دولية لم تخلق ثروة فحسب، بل وفرت قنوات تجارة هي الأكثر سهولة وسلاسة للبائعين والمشترين في العالم. بتعزيز الكفاءة اللوجستية لإيو بفضل تشغيل قطار الشحن الصيني الأوروبي وقناة إيو نينبو جوشان المفتوحة ووسائل النقل المشتركة التي تجمع بين النقل البحري وسكك الحديد، ارتفع إجمالي التجارة السنوية لإيو إلى نحو 200 مليار يوان، نصفها من مساهمات دول الحزام والطريق. يعود فضل انفتاح سوق الصين إلى استراتيجية إنشاء المناطق التجريبية التي اتخذتها الصين بشكل جريء. أنشأت على التوالي منطقة اقتصادية خاصة في شنجن وغيرها، وأخرى مفتوحة للتكنولوجيا في مدينة داليان، ومناطق اقتصادية كبرى مثل دلتا نهر اليانسي ودلتا نهر اللؤلؤ وغيره، بما يعزز الكفاءة ويزيد من التجارب. So we see both domestic changes, led in particular by Deng Xiaoping, and also global changes under the influence of a very different sort of economic model coming together to create a situation where, as we now know, China has ended up becoming the second biggest economy in the world. هذه البلدة الصغيرة قاعدة لإنتاج آلة الكمان. ينتج هنا نحو 700,000 كمان سنوياً، تباع لأكثر من 90 دولة ومنطقة، وتشكل الكمان المنتجة هنا 70% من السوق الصينية وأكثر من ثلث السوق العالمي. شياو فونغ صانع كمان في بلدة خوانتياو. ربحه من صنع كمان واحد يعادل 3 أضعاف الراتب السنوي لعامل عادي، ولا زالت الطلبات تتدفق إليه باستمرار. يتألف الكمان من أكثر من 60 قطعة غيار يمكن إيجادها في بلدة خوانتياو. هنا يقل عدد السكان عن 50,000 ويزيد عدد العاملين في إنتاج وصنع الكمان عن 30,000. يحتاج شي شياو فونغ من أجل صنع كمان عالي الجودة لتعاون أفضل الحرفيين في البلدة.
الأستاذ شويه هو أحد الحرفيين القلائل في البلدة. في هذا العصر المتطور ينتج كل عامل في الورشة ببلدة خوانشاو 300 كمان شهريا، لكنه يصنع 10 فقط كل شهر. تنتج خوان تشاو قطع غيار تقدم للأسواق العالمية لسد حاجة 40 مليون كمان سنويا. يستحيل تخيل أن تنجز مجرد 200 ورشة عمل عائلية هذه الأعمال. يختار شي شاو فونغ صانع القوس للتعاون، ويركز يان مين على أمر واحد، صنع أغلى جزء من الكمان القوس. 我想订一把公子这样子，订一把那个高级工，材料呢是树木的那种，然后重量呢是60克到65克之间，不要太重。 يتعين على شي شاو فونغ التعاون مع أكثر من 30 شخصا. يكمل أكثر من 180 خطوة في صورة مصغرة للنظام الإيكولوجي لقطاع التصنيع في الصين. سلسلة القيمة المتكاملة والأعمال المقسمة بدقة تكسب بلدة خوان تشاو لقب عاصمة الكمان. هذه البلدة التي يقل تعداد سكانها عن 50,000 يتجاوز حجم مشاركتها بالاقتصاد المحلي أكثر من 100 مليون يوان سنويا. تمتلك الصين نظاما صناعيا لا مثيل له، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تملك جميع أصناف الصناعات التي حددتها الأمم المتحدة، 39 صنفا كبيرا، 191 صنفا متوسطا، و 525 صنفا صغيرا. أصبح قطاع التصنيع الصيني زاخرا بقوة تنافسية جبارة، وصارت منتجات صنع في الصين بحجمها الضخم وأسعارها المعقولة موضع ترحيب عالمي. جلبت التجارة بين الصين والولايات المتحدة فوائد هائلة للمستهلكين والمؤسسات في البلدين. بحسب إحصاءات وزارة التجارة الصينية، ازداد حجم التبادلات التجارية بين البلدين من 2.5 مليار دولار عام 1979 إلى 633.5 مليار دولار عام 2018 بزيادة 252 ضعفا. من عام 2009 ل 2018 بلغ معدل نمو الصادرات الأمريكية للصين 6.3%. تعتبر الصين ثالث أكبر سوق للتصدير للولايات المتحدة. ما بين 2009 و 2018 خلقت الصادرات الأمريكية للصين 1.1 مليون وظيفة عمل في الولايات المتحدة. يبدأ فريزر يومه كالآخرين، هو في حالة مزاجية جيدة مؤخرا، فهو سيصبح أبا. يعيش في إثيوبيا واشترى سكنا جديدا وسيارة قبل سنتين. وضع عائلته الاقتصادي أفضل من نظرائه من نفس العمر. يبلغ من العمر 27 عاما وهو خريج مدرسة ثانوية. والداه مزارعان عاديان، وما يتمتع به من الحياة جيدة جاء بفضل عمله. يعمل في شركة صينية لصنع الأحذية، مجموعة خوازيان، التي تعد أفضل مصانع الأحذية النسائية الراقية في العالم. يعمل فريزر هنا مشرفاً.
يعمل هنا 8,000 موظف إثيوبي، 80% منهم من المناطق الريفية مثل فريزر. تأسست منطقة خوازيان الدولية للأحذية إثيوبيا عام 2011. إنها المجمع الصناعي الأول الذي ينشأ شركة أهلية صينية في إفريقيا، ولتأسيسه مخزن كبير لإثيوبيا. فريزر من الدفعة الأولى من الموظفين، وتلقى تدريبا لسنة في الصين، ولذا لديه اسم صيني غوانجو. يشرف الآن على 2000 عامل في الورشة. تأثر كل واحد هنا تأثرا عميقا بروح الصينيين في العمل خلال العقود الماضية من التنمية. لثمانية أعوام ازداد عدد الموظفين الإثيوبيين في الشركة من 500 إلى 8,000 شخص. يعد راتب فريزر وأمثاله من الموظفين الإداريين بنحو 1500 دولار أعلى دخل يمكن أن يتقاضاه المحليون. اليوم تجلب مجموعة خوازيان نحو 60% من النقد الأجنبي للصادرات في إثيوبيا. بيد أن تأثيرات خوازيان لم يقتصر على كسب الأرباح فقط، فتملك إثيوبيا سلسلة كاملة لإنتاج الجلديات، ووصلت قدرتها على صنع الأحذية متوسطة الجودة عالميا. إلى جانب الراحة التي يوفرها العمل، يتوفر لديه المزيد من الوقت للقضاء مع العائلة. توجد مجمعات صناعية من هذا النوع في العالم، تعمل على غرار ما فعلته الصين في الفترة البدائية لتطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح. تجذب المستثمرين بالمرافق، وتسمح رؤوس الأموال والتجارب والموارد البشرية والتكنولوجيات بالتراكم. أنشأت الصين 56 مجمعا صناعيا ومنطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري في أكثر من 20 دولة مطلة على الحزام والطريق، ما خلق 180,000 وظيفة خلال 5 أعوام. كان开始都是以出口为主的，出口到一定的程度，占这个国际贸易的份额达到一定程度的时候，把一部分的这个产业转出去，它是为了开辟国际市场。 خلال العقد الماضي تدفقت النخب ورؤوس الأموال المجازفة من شتى أنحاء العالم إلى الصين، ما عزز القوة الدافعة لها في الابتكار. ولهذا السبب تتحول الميزة التنافسية للصين من القوة العاملة إلى القوة التكنولوجية الآن. شهدت الصين التي كانت في الماضي دولة ضعيفة وفقيرة تحولا هائلا نادرا ما نشهده في تاريخ البشرية. عادت الصين إلى الظهور مرة أخرى كقوة اقتصادية كبرى، كما إنها تنفتح وتتفاعل مع العالم بشكل لم يسبق له مثيل. فما الذي حدث منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949؟ كيف كانت الصين تتفاعل مع الدول الأخرى في 70 عاما مضت؟ يسترجع هذا الفيلم الوثائقي المكون من 5 حلقات المسار الذي سلكته الصين، ويبحث كيف أثرت الصين بالعالم وتأثرت به.
ministerial conference so agrees. لانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية أهمية كبيرة لنظام التجارة العالمي، ولا يعني ذلك تلاحم الصين مع العالم فقط، بل ودفع زيادة الطلبات التجارية أيضا. 2001年加入WTO就是按照这个世界市场的国际规范去整理梳理调整我们的这个经济政策贸易政策。加入WTO以后对中国很重要的一个影响就是巩固了这个世界上的这些其他的这个国家对中国走市场经济道路的信心。 الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لم يفتح ذلك سوق الصين أمام العالم بشكل متزايد فقط، بل وفتح أعين وعقول الشعب الصيني ليفهموا القيم الدولية بشكل أعمق، بما يسمح بتواصل الصين والعالم على نحو أفضل. يعد سوق سان يوان لي سوق الخضروات بالقرب من الطريق الدائري الثالث شرقي بكين مكانا ضروريا للعاملين في قطاع المطاعم. يفضل الطاهي الإسباني باولو هذه السوق. يقع هذا السوق في منطقة السفارات، وبالرغم من أن عدد الأكشاك 139 فقط، لكن لها جاذبية المغناطيس. يبيع أصحاب الأكشاك مواد الطعام من شتى أنحاء العالم، وكلها طازجة ومعروضة بشكل أنيق. يختار باولو الأناناس عند كوش وان تاي يون. إن هذا النوع المستورد من الفلبين يباع في هذا الكشك يحظى بأكبر إقبال. يحضر وان تاي يون الأناناس من كامارينز نورتي في الفلبين، وتشتهر بزراعة أناناس الملكة. بدأ جيمي راموروس البالغ 60 عاما العمل مع والده في الحقول لرعاية كل شجرة أناناس، فهي الدخل الرئيسي للسكان هنا. في الماضي لم تكن زراعة الأناناس لجيمي راموروس تدر أرباحا كثيرة. منذ عام 2001 أصبحت الصين والفلبين شريكين تجاريين في إطار منظمة التجارة العالمية، ما شكل نقطة تحول لمزارعي الأناناس في كامارينز نورتي. يملك جيمي راموروس مزرعة بمساحة 2.5 هكتار يزرع فيها 50 ألف شجرة أناناس. ارتفع سعر الأناناس 7 أضعاف عما كان سابقا، ما ساهم في تغير حال العائلة كثيرا. Impinya mampu kasi kung masipag lang magtanim sa tuwing isang taon aani ka kasi taon-taon ka matanim eh. عام 2018 استوردت الصين من الفلبين أناناسا بمبلغ 441 مليون دولار. وصل مبلغ الفواكه المستوردة من الفلبين 1.89 مليار دولار، والمبلغ الإجمالي للفواكه المستوردة 25.5 مليار دولار. 中国的市场体量，内需的体量是巨大，不仅为这个外资企业提供了发展的机会。 也推动我们自己的发展。那下一步呢？我们由世界工厂向这个叫世界市场的这个不叫转变，叫我们本身就会成为一个世界的市场。 Look at this, which one? تم استيراد شريحة اللحم التي يشتريها من صاحب الكشك ليوجين لونغ من البرازيل. سعر الكيلو نحو 2000 يوان، أي ما يعادل 300 دولار. رغم سعرها الباهظ، ما زالت العروض تعجز عن تلبية الطلب.
هناك قول مأثور في البرازيل إن الإله أعطى جميع الأشياء الجيدة للبرازيل. يزخر جنوب شرقي البرازيل بموارد مائية ويتمتع بالدفء والرطوبة ما يهيئ الظروف الصالحة للمراعي. هذا جعل من البرازيل دولة كبرى لتصدير لحم البقر. تنتج مزرعة كلوديو براغا قرابة 80,000 ماشية سنويا وتصدر نحو 40% إلى الصين. O mercado chinês é um mercado que todo mundo almeja, né? Um volume muito grande de gente, um país que está com dinheiro, vamos dizer assim, né? Que quer consumir. Então isso é importante a gente colocar a carne brasileira dentro desse mercado, totalmente importante, né? E isso ainda, vamos dizer assim, eles têm um potencial para comprar muito mais, né? يرسل 2000 رأس من البقر من مزرعة كلوديو إلى مجموعة GPS التي تعد أكبر مصدر للحم البقر في البرازيل. تزعم أنها ثاني أكبر معالج للحوم في العالم. كمية تصدير لحم البقر البرازيلي ضخمة، ومنذ إقامة التعاون مع الصين عام 2015 ترتسم على وجوه أصحاب المزارع الابتسامة دائما. Mercado vem parado desde 2015, né? Mas eu acredito que essa abertura desse mercado chinês é um, a gente acha interessante e nós estamos assim, vamos falar de mãos dadas aí com a indústria, né? Com a principal que é nosso parceiro é a JBS, de atender da melhor qualidade possível. تتوقع وزارة التجارة الصينية أن تصدر البرازيل حوالي 43,000 طن من لحم البقر للصين عام 2019. بقيمة 1.8 مليار دولار وبزيادة 31.4% و20% على التوالي. عام 2017 وصل المبلغ الإجمالي للمنتجات الزراعية المستوردة للصين إلى 854 مليار يوان، بما فيها فول الصويا والألبان ولحم البقر والنبيذ وغيرها من 20 صنفا. سرطان البحر من أمريكا الشمالية والكمثرى من الأرجنتين والفانيلا من فرنسا. سوق سان يوان لي عبارة عن صورة مصغرة للعالم بأطعمته اللذيذة. إن المستهلكين الصينيين يستطيعون الآن شراء الأطعمة المنتجة في أنحاء العالم بسهولة في أسواق الطعام الصينية أو عن طريق تطبيقات توصيل البقالة. فتح باولو وشريكه مطعما في المنطقة التجارية في بكين. Beijing is becoming one of the very modern city. So it was time right now to open a place like this for this city that is developing so fast. So I'm glad I came back at that point. باولو هو طاه حائز على نجمة ميشلان. تجربته في الصين تجعله شغوفا بدمج النكهات الصينية في الأطباق الأوروبية الكلاسيكية. يطهو الآن طبقا يسمى بلح البحر الحار بأسلوب سيتشوان مع مواد الطبخ التي اشتراها من سوق سان يوان لي. يأتي بلح البحر من اليابان ويطبخ على غرار طريقة طبخ دجاج سيتشوان الحار. يضاف للطبق الخضروات الموجودة دائما في الأطباق الفرنسية والصلصة المكسيكية الحارة، وهو طبق يجمع بين مزايا النكهات من عدة دول. I feel China have adopted me somehow, and having a Chinese, full Chinese partner and most of my friends being Chinese, I think I feel very welcoming here. أصبحت الصين ثاني أكبر دولة استهلاكا للنبيذ في العالم. فحسب بيانات الجمارك الصينية عام 2017 استوردت الصين 787 مليون لتر من النبيذ بقيمة 3.67 مليار دولار. هذا مجرد جزء بسيط من إجمالي الواردات الصينية، وذلك بفضل الزيادة المتسارعة للواردات إلى تحول القوى المحركة لنمو الاقتصاد الصيني من التصدير للاستهلاك. 进行公平贸易的一个基础，相互不歧视。另外就是反对单边措施，支持多边贸易体制。通过这一些措施，
غيرت تكنولوجيا الإنترنت العديد من الصناعات التقليدية وخصوصاً طريقة التجارة التي يستعملها الناس. تتقدم الصين في صدارة دول العالم من حيث هذا التغيير. في 6 صباحاً يظهر شاب فرنسي دين هاري في قرية شاي لونوو دائماً. على مدى السنوات 3 التي عاشها في هانجو كان يحب أن يبدأ يومه هكذا. كما تكشف الأنشطة الرياضية المفضلة له إنه شاب متحمس وطيب المعشر. منذ الساعة 9:30 صباحا يبدأ دين عمله في مجموعة علي بابا بصفته أحد مقدمي الخدمة الأجانب لشركة التيمول الدولية. Il y a eu pas mal de changements ce matin, ça a été la course. What we're doing is that we're really trying to integrate both regions to ensure that we have the exact same amount of service to the international brands, including UK. يبدو عمل دين مشغولا ومملا ومملوءا باجتماعات هاتفية لا نهاية لها. لكنه يشعر بإنجاز كبير لأنه يساعد الصين الآن على ممارسة التجارة مع العالم. تعد تيمول الدولية أكبر منصة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تقدم أكثر من 4000 صنف من المنتجات لما يزيد عن 20,000 علامة تجارية من 77 دولة ومنطقة. Other business units of Alibaba. أكبر مشروع يأخذ من مشاركة دين مشروع استيراد القهوة المميزة من رواندا للصين. And the volcanic soils in that part of the continent are known for being extremely rich in nutrients, also in different volcanic materials that are really, really good for the coffee itself. يحتفظ دين في هذا الكمبيوتر برسائل عرفان كثيرة من مزارعي حبوب البن في رواندا، وخاصة رسالة من داتيفو نيفاشا. تعتني داتيفو نيفاشا بمزروعاته في المزرعة. بعد بضعة أشهر ستكون 1500 شجرة من البن التي زرعتها بنفسها جاهزة للحصاد. هناك أكثر من 400,000 عائلة في رواندا تزرع البن، ما يشكل دخلا رئيسيا لهم. في هذه الدولة المدمرة بالحرب تغرس حبوب البن آملا لإعادة الإعمار. منذ عام 2017 انضمت داتيفو وغيرها إلى منصة التجارة العالمية الإلكترونية المملوكة لمجموعة علي بابا، ما زاد من دخلها من زراعة حبوب البن. rwose nshimishijwe nuko ikawa y'u Rwanda yatangiye gucuruzwa kuri Alibaba mu Bushinwa kandi ikinshimishije n'iki tumye ngira umunezero nuko بفضل مساعدة علي بابا ودين أصبحت حياة داتيفو مليئة بالأمل. إنها تخطط لأن تزيد مزروعاتها إلى 5,000 شجرة في السنة القادمة. So when we look at this, we're very confident that the not only the livelihood of Rwandan farmers at home will improve, but also their business will growing. So we're very, very proud of being part of that improvement of farmers' lives in Rwanda. أنشأ تيمول الدولية التي يعمل دين فيها 6 مراكز شراء دولية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، وتعتزم استيراد منتجات ب 200 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. مضى على مجيء دين للصين 11 عاما وهو معجب بالشاي الأخضر من مدينة خانجو، لأن نكهته خفيفة ومنعشة ويستحيل نسيانها.
My very first recommendation to anyone who wants to visit China is come with an open mind. You cannot come here with a closed mind. What I mean by this is that you need to come here and expect the unexpected, or expect the most surprising as well. في النصف الأول من عام 2019 وبفضل تكنولوجيا الإنترنت بلغت قيمة واردات الصين من خلال المنصات التجارية الإلكترونية العابرة للحدود 45 مليار يوان بزيادة 24% عن الموسم السابق. عام 1978 بلغت واردات الصين نحو 20 مليار دولار، وعام 2018 ارتفعت لتصل 4.6 تريليون دولار بزيادة نحو 221 مرة وبمتوسط نمو سنوي 14.5%. منذ عام 2013 تجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر دولة لتجارة البضائع في العالم، ومنذ 2006 ظلت الصين في الصدارة العالمية كأكبر مساهم للنمو الاقتصادي. The rise of China is raising the boats, as it were, everywhere. I mean, you know, if without China's economic growth, global growth since the financial crisis would have been much slower. قبل 3 أعوام حققت جاسينتا حلم طفولتها بأن تكون سائقة رافعة في مجموعة فورتيكو للمعادن، ويغبطها أقرانها على هذا. When I was quite younger, I was, you know, the talk was to be a cleaner in the mining, and that was like a male-dominated area. So people do find it surprising that I do work out there. Their initial thought again is, oh, you're a cleaner. قبل أكثر من 10 سنوات كانت المنطقة راكدة ومتأخرة في خلق فرص العمل، لكن عام 2008 بدأت مجموعة فورتيكو للمعادن تصدير خام الحديد إلى الصين، فبدأت المنطقة بالازدهار وشرع المزيد من المحليين في العمل هنا. We started shipping in 2008, and since then we've shipped over 1.3 billion tons of iron ore to our customers. For Western Australia, China is the biggest export market for Western Australia. تنتج المجموعة 170 مليون طن من خام الحديد سنويا، تصدر أغلبيتها للصين. تعاد الطلب على تنمية منطقة بيلبارا حيث تقع المناجم، وجعل مؤسس المجموعة أندرو فوريس واحدا من أغنى أغنياء أستراليا. أعاد فوريست معظم الأرباح التي تحققت من التجارة مع الصين لرفاهية المحليين والعمل الخيري الاجتماعي وتحسين ظروف المعيشة والعمل في المنجم. You see, the greatest investment return you can make is into the social and environmental spheres of the world which really desperately need help. Now, you might be able to get a personal financial return, but you're making a return for the world, which is what you do as a business person. لا تتعلق التجارة فقط بإحصاءات النمو وأرصدة البنوك، بل بالتقدم المشترك وتقارب الشعوب والتنمية المشتركة. تعد السوق الصينية أكبر مساهم في النمو العالمي بنحو ثلث حجم إجمالي النمو. إن إرضاء قرابة 1.4 مليار مستهلك صيني سيجلب الفرص التجارية السانحة للعالم. جاء نيكولاس من شركة فولفو في السويد وبدأ العمل بالصين قبل عام ليشارك في بناء مصنع آسيا أوروبا. لم يخطر بباله أن تجربته هنا سيكون لها تأثير عميق عليه. For me, the most exciting thing to be here, to see these differences and to work together, and also being part of building up the competence and the production environment that we are doing here. عام 2010 استحوذت شركة جيلي الصينية التي تأسست قبل 14 عاما فقط على شركة فولفو السويدية التي تأسست قبل 82 عاما، ما ضخ حيوية جديدة في العلامتين التجاريتين ووضعهما في مسار نمو جديد.
the development of Geely during these, what is it, it's 9 years that Volvo have been part of the Geely group. I think it's a fantastic journey that Geely have done. The complete production and R&D development, the product development, all the car models that they have been in Geely. I think they are really learning from the good parts from Volvo. أصبحت الجينات التكنولوجية لفولفو هي ما تتسم به جيلي أيضا في مراحل الأبحاث والإنتاج. 在这个时候，在下部的时候，会有一个异常的声音出来，是吧？所以我们重点要看这个区域。 يعمل المهندسون لتحقيق اختراق تكنولوجي لمعالجة ضوضاء السيارة، وكل خطوة تتطلب عددا لا يحصى من الاختبارات والنماذج. منذ استحوذت شركة جيلي على شركة فولفو، تحسنت تقنية البحث والتطوير الخاصة بها بشكل كبير، ووحدهما السعي المشترك لتكنولوجيا الأداء الأفضل بشكل وثيق. 这几年，我感觉在我身边啊，有越来越多的国际化的团队，很多这个外籍的同事跟我们一起工作。大家以前的这些失败的教训，成功的经验融合在一起，实际上大家互相碰撞，确实有一些很好的想法，也很好的思路出来。 بمرور 9 سنوات نجحت جيلي في دحض شكوك المتشككين بالحقائق الواقعية، وربحت فولفو في السوق الصينية. استفادت جيلي من تقنية فولفو كثيرا، وكان إيدن نيكولاس من بين المتشككين في سيناريو الكسب المشترك. I remember this was during the summer 2010, and in that time I was supervisor in our plant in Tuusulanda. And when the news come up in the morning that we need to share this news with our employees that Geely will take over Volvo, and that was also concern for my employees. But I can see now with what happened since 2010 is that we have increased the volumes and our production have even increased a lot since Geely took over Volvo. باستحواذ جيلي على فولفو أصبحت الصين أكبر سوق لفولفو في العالم. يجيء 2 من كل 10 مشترين لفولفو من الصين، وبنمو خطوط الإنتاج ازدادت قصة فولفو في السوق العالمية أيضا. ليست التجارة مسرعا للنمو الاقتصادي فقط، بل دافع لترقية التكنولوجيا وتغيير الصناعة، وبدورها إعادة تخصيص الموارد العالمية وتنشيط الأسواق ونشر الرخاء عالميا. 巨大的消费市场和消费潜力，那不仅对中国的发展有个作用，对世界的发展、对世界经济的发展也有作用。所以呢，世界工厂向世界市场的转变。 ليست العمالة الرخيصة والسياسات التفضيلية ما جعل من الصين أكبر دولة تجارية في العالم وثاني أكبر وجهة للاستثمار العالمي فقط، إنما يعد ضمان المنافسة العادلة وحل النزاعات من خلال التشريع وإنفاذ القانون من الأمور الحاسمة أيضا. 那么最近已经达到平均7.5%，在制定法律法规的时候，普遍的公开的征求意见，这个是一个很重要的步骤。في نوفمبر 2018 أقامت الصين الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي. يعد الأمر بيانا جريئا للعالم حول دعم الصين للتجارة الحرة والعولمة. جعلت الصين من نفسها سوقا عالميا ترحب بالشركاء من جميع أنحاء العالم للتجارة وإجراء التبادل والتواصل سعيا لتحقيق نمو مشترك. في السنوات 15 القادمة ستتجاوز واردات الصين من السلع وواردات الخدمات 30 تريليون دولار أمريكي وعشرة تريليونات دولار أمريكي على التوالي. 通过进口博览会这样一个平台吧 去试验一些贸易便利化的、贸易自由化的措施，来进一步的推动中国的这个对外开放，让世界更好的享受中国发展的红利。
لا يزال باولو يأتي لسوق سان يوان لي كل يوم لشراء أفضل مكونات الطعام لإعداد الأطباق الحائزة على نجمة ميشلان. التجارة تشبه المائدة حيث تقدم عليها أفضل ما في العالم.